عمر تيفي. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ذنوبنا قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك الله ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل في مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك توابين، إليك أواهين منيبين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إنك أنت الغفور الرحيم.
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه من الدرجات العلى من الجنة والدرجات العلى من الجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمرهم أعداء الدين. اهزم اليهود وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي راهنيا وفي اليمن وفي العراق وفي السودان وفي كل بلاد المسلمين. اللهم تقبل منهم الشهداء. اللهم تقبل منهم الشهداء. اللهم تقبل منهم الشهداء. اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا حي يا قيوم يا الله يا الله إلهنا إلهنا ارحمنا يا الله إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار.
العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمان عمر تي في يندي ملياكن الله سبحانه وتعالى. ماري سوبورت دعوة عمر تي في dengan cara subscribe dan like akun media sosial عمر تي في. Atau bisa juga dengan cara mengirimkan donasi ke rekening di bawah ini. Insya Allah donasi yang diberikan akan digunakan untuk kebutuhan dakwah عمر تي في. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان.